أسألتم صباحا أيها أصحاب السعادة أي لا يخفى عليكم أيها الحضور الكريم بأن اليابان تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون، فبحسب تقدير أصدرته هذا العام عام 2015 أونكتاد يتضح أن 17% من صادرات دول المجلس تذهب إلى اليابان، 17% من تلك الصادرات تذهب إلى هذه الدولة، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، مما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، كما يعكس هذه الأهمية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس واليابان بشكل جيد والتنسيق والإعداد GCC 事務局長補 GCC 各国の皆様ビジネスレベルでの協力の促進にとどまらず日 GCC FTA 交渉の早期再開相互の直接投資促進投資協定の締結や交渉の加速化ビジネス環境の整備などなどで政府レベルで解決しなければならない課題も山積しております。